وسهلا بيكم معانا النهارده في اكله سهله لذيذه. بصوا بقى، النهارده هنعمل بقى البانيه المقرمش اللي كل الاطفال بيحبوه، بنروح نشتريه بفلوس قد كده من المحلات. هنعمله بخطوات سهله وبسيطه جدا. ده بقى كيلو بانيه مغسول. بنغسله ازاي بقى كيلو البانيه ده؟ بنجيب ميه وبنجيب فيها معلقه واحده بس من الخل، معلقه واحده من الملح. عايزه تحطي خل حطي، بس انا بحط ملح بس، ملح وميه، وبننزل فيها البانيه دقيقتين بالظبط وبنشيله، نحطه في مصفى ونفضل نغسله لحد ما الميه تنزل من عليه خالص، بعدين بنصفيه وبنسيبه في مصفى لحد ما نيجي نستخدمه. ده البانيه وده الشكل بتاعه، ماشي. بنحتاج بقى للوصفه بتاعتنا دي معلقه زبادي، علبه زبادي صغنطوطه، مش عارفينها دي، وكمان ازازه رايب لاكتيل، رايب، ثوم بودرة، بابريكا، بصل بودرة، وكمان معانا بصلة كبيرة حلوة كده مقلبزة مبشورة، معاهم 3-4 فصوص من الثوم حلوين كده مبشورين، ودي بقى بهارات فراخ وملح وفلفل اسود، ماشي. ده اللي احنا هنتبل بيه الفراخ. دي بقى الطبقة الخارجية للكراست بتاعنا، هنتبلها برضو ببابريكا مرشة صغنونة وملح وفلفل، وكمان توم بودرة وبصل بودرة، وشوية بهارات فراخ، وشوية فلفل اسود، وشوية ملح. ده الكروست الخارجي. ايه بقى هي اللي احنا بنعمل بيها الكروست الخارجي دي؟ حاجة بقى جامدة جدا عند العطار، اسمها خلطة كنتاكي، معمولة من الذرة. قد ايه مفيدة، وكمان بتعمل قرمشة وهمية. وده كيس من الفيجيتار، الفيجيتار العادي بتاعنا ده خالص، تجيبيهم تخلطيهم مع بعض مع شويه البهارات الحلوين بتوعنا دول، ماشي. انا ما بحطش بيض عشان انا بفرز الحاجات دي في الفليزر، فالبيض بيبقى زفر جدا، واستحاله يعني نحط بيض في الفليزر هيبقى زفر قوي في الحاجه. فاحنا بنعملها من غير بيض خالص. انت عايزه تعمليها بيض ببيض قبل ما تعملي الوصفه، هقول لك معانا هتعملي ايه. اول حاجه هنجيب البانيه الحلو المسمسم ده ونقطعه صوابع ستريبس كده، انا ولادي بيحبوه كده، عشان اعرف اضحك عليهم طبعا لازم نقطعه صوابع كده، ماشي. نقطع بقى مع بعض الكميه الحلوه دي. لما انت بتقطعيه صوابع كده على فكره بيبقى فيه بركه كبيره قوي، وبتلاقي ما شاء الله الكيلو رمى معاكي كتير جدا، وبتفرزي منه براحتك وتستخدمي منه براحتك. بصي البانيه ده نصيحه، لما تيجي تجيبي بانيه ما تجيبيش نص كيلو بس، هاتي كيلو وتبليه كله مره واحده، استخدمي اللي تستخدميه والباقي فرزيه في الفريزر. ايه راجعه من الشغل تعبانه ما فيش حاجه تعمليها او محتاره تعملي ايه، على طول طلعي كيس البانيه من الثلاجه مع جنبيه شويه مكرونه وسلطه وشويه بطاطس محمره، خلاص عملتي اكل من غير ما تتعبي نفسك وتقعدي تفكري هعمل ايه. فده بصراحه من الحاجات اللي بتسعف جدا في كل حاجه. نحضر التتبيله الوهميه اللي هنحط فيها البانيه ده علشان يبقى طعم وهمي. يلا بينا بقى. اول حاجه معانا هنحط كل البهارات بتاعتنا دي، اللي هو بهارات الفراخ والفلفل الاسود والملح، يلا بينا. وكمان ايه بقى، البصله المبشوره ناعم دي بتدينا بقى ايه طعم خرافي للبانيه. كمان بقى ايه بقى، معلقه حلوه كده، بصوا زي معلقه شاي، انا شايفين معايا، بص حته صغنطوطه بس، البابريكا بتدي طعم وريحه جامده جدا للبانيه. وكمان بقى معانا ده بقى البصل البودره، بصوا معلقه قلبوزه حلوه متختخه كده من البصل. احنا معانا كيلو بانيه فلازم نتبله تتبيله حلوه. طبعا لو هتعملي نص اعملي نص مقدار البهارات، يعني دي معلقه كبيره تبقى معلقه صغننه، ماشي. وكمان الثوم معلقه حلوه كلبوزه كده، يلا بقى معانا. عايز كمان، بصوا دي زبادي الصغنونه مش كبيره، يعني دي العلبه الصغننه، ننزلها بقى كلها كده مع بعض. ماشي. وكمان بقى ايه، علبة الرايب بتاعتنا دي. الرايب ده بقى ايه، اختراع وهمي وهمي بجد للبانيه. طبعا احنا مش هنسيب في الازازة حاجة، احنا هنعمل ايه، هنجيب بقى شوية خل حلوين
عشان كمان يدينا طراوة اكتر للبانيه. معلقة بس كده يا جماعة. هندي الازازة دي شوية صنطتين الخل، واحنا اصلا المفروض في مقاديرنا المفروض كان نص كوباية من الخل. حطينا شوية كمان اهو عشان ننزل كل اللبن الرايب ونستفاد منه. ماشي، بدل الخل بتاعنا اهو. هنقلب بقى لحد ما نخلي كل البهارات دي داخلة كلها ببعضيها بقى، مع البصل مع الثوم مع اللبن من الرايب مع الزبادي وكل البهارات. بصوا يا جماعة الخلطة دي التتبيلة بتاعة البانيه افضل حاجة ليها انك تسيبيها يوم. انا عن نفسي قبل ما بفرزها في الفريزر بسيبها يومين ثلاثة تحت بريد قبل ما ايه اطلعها واعمل بيها الكراست. بس انا هعمل معاكم برضو الكراست دلوقتي، ممكن بعد التتبيلة دي بعد ساعتين تستخدميها عادي. انا عشان بفرزها بحب ان هي تشرب من التتبيلة اطول وقت ممكن، عشان بعد كده اما اطلعها بقى تبقى جامدة وتبقى طعمها حلو وطرية اكتر بكتير. هننزل بقى كل الكمية بتاعتنا دي. ماشي، هنسيبها بقى ايه بقى مغموسة بقى في كل التشبيلة الوهمية دي اللي هتديها ريحة وطراوة وطعم خرافي. ماشي، لحد ساعتين في التلاجة. يعني الافضل ان احنا نسيبها في التتبيلة الحلوة دي لساعتين في التلاجة. تسيبها ساعتين في التلاجة عشان تديكي احلى طعم واحلى طراوة واحلى ريحة ليها. بصوا يا جماعة، انت هتقلي البانيه ده النهارده يعني مثلا بعد ساعتين هتتبليه وتقليه. هتعملي ايه بعد الخطوه دي؟ هتعملي بيضه، هتضربي بيضه ماشي وتطلعيها من ده وتحطيها في البيضه وتحطيها في الكروست وتحطيها تاني او الاول دي زي ما تحبي. انا بعملها من غير كل ده عشان انا بفرزها، وحتى والله لو بعملها في نفس اليوم ما بحبلهاش بيض خالص، لاني يعني بصراحه ما بحب زفاره البيض في الحاجات دي، لان هو اصلا فيها لبن وفيها زبادي. لبن والزبادي هيبقوا غطا كفر كويس جدا ان ما تحصلهاش حاجه. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ هنطلع بقى كده مع بعض الصوابع الحلوه الجميله دي. ماشي، نزلها في التتبيله. بصوا يا جماعه، لو ما عندكوش التتبيله، لو ما عندكوش الكراست ده اللي اسمه خلطه كنتاكي اللي بتجيبيها من عند العطار دي، في بديل جميل جدا ليه عندنا. في عارفين اللي هي البهارات اللي بتتباع دي، الخلطه بتاعت الفراخ اللي بتتباع في اي سوبر ماركت دي، برده تمام جدا وعمليه وحلوه. هي دي بس عشان بتبقى مقرمشه اكتر عشان معموله بدقيق ذره. ماشي، نعمل بقى مع بعض كده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ صفرة بقى وايه وخطيره، ومفيش حاجه بتقع من عليها على فكره. يعني دي من غير بيض من غير اي حاجه اهي ما بتقعش ولا بيحصلها اي حاجه. نعمل مع بعض كمان واحده، عايزاكم تشوفوا كويس كده معانا. بصوا يا جماعه اهي، وهنحط عليها كده. ماشي، هنحط من غير ما نضغط من غير اي حاجه. بصوا اللبن الرايب ده اساسا عامل زي الصمغ عليها، بيخليها ملزوقه كويس جدا اهو. نطلعها، بصوا وهميه، ايه رايكم؟ ولا حطينا بيض ولا زفرنا الدنيا ولا قلنا لا ريحه الزفاره هتبقى باينه في الزيت ولا وجع الدماغ ده كله، اهي من غير اي حاجه وما بتنزلش. بصوا لازقه زي الصمغ، ولا لسه بقى حطينا البانيه في الثلاجه ولا اي حاجه اهو من غير اي افتكاسات. جربوا الوصفه دي ان شاء الله هتعجبكم. اهم حاجه بقى تدعمونا يا جماعه في اللايك، وتفعلوا زر الجرس بقى عشان يوصل لكم مننا كل جديد. بصوا بقى، احنا لو عايزين نشيله في التبريد تحت لازم طبعا نقفله كويس. دي علبة محكمة الغلق عشان طبعا تحافظ لي على كل البهارات والتوابل اللي احنا حطيناها، وتخلي برضو طعم برضو وهمي وجميل وما ياخدش اي حاجة من ريحة الثلاجة خالص. ننزل كل بهاراتنا، نفرد كويس. بصوا احنا لو سبناه في العلبة دي يومين يومين كاملين تحت في التبريد هيبقى احلى بكتير من ان احنا نسويه على طول. وده شكله النهائي. يلا بينا بقى نقلي مع بعض البانيه اللي احنا جهزناه. بصوا احنا هنحط زيت في الطاسه، بس لازم يسخن كويس. ماشي، ودي بقى ايه حاجه سحريه كده، دي حته زبده، دي بقى اللي بتدي اللون الذهبي الرهيب بتاع المحلات. نجيب البانيه من بره يبقى لونه ذهبي بقى وشكله وهمي. هنشوف بقى مع بعض هنقليه ازاي. خلي الزبده تسيح شويه مع الزيت، كمان بتدي ريحه جامده جدا برده للبانيه. هننزل بقى كده. بصوا الزيت لازم يكون سخن عشان ننزل كده بحته البانيه تتغلف بكل اللي فيها
مفيش حاجه بقى تقع وتطير منها والكراست يبوظ والكلام ده كله، لا كل الحاجات دي مش هتحصل ان شاء الله. وكمان ده بقى من غير بيض، يعني انت زي ما انت شفتوا معانا كده، هو اللبن الرايب والزبادي وبس. نقليه مع بعض ان شاء الله. بص بقى اول ما يبتدي ننزله كده في الزيت دقيقتين اتنين بالظبط، ونوطي خالص النار عليه عشان يستوي من جوه، مش يحمر بس من بره وخلاص، لا احنا لازم نتاكد ان هو كمان مستوي. فهنوطي شويه النار عليه، بصوا كده هنوطي النار شويه ونسيبه بقى ايه يستوي شويه، وبعدين نقلبه بقى على الجنب التاني.